الفكرة هي جزء من حياتي الشخصية. أنا كنت وأنا عمري 15 سنة كنت طفل، كنت في سجون الاحتلال. أنا مضيت فيها تقريباً سنتين. كانت هاي الأسلاك الشائكة بتحيطني في كل جانب. كنت أنا مع آلاف المعتقلين، وكأنها انفرضت علينا حياة جديدة إن إحنا نشوف هذا السلك باستمرار. كمان يعني بعد خروجي من السجن وبعد فترة من الزمن، إسرائيل كمان طوعت هاي الأسلاك لتكون جدار عازل. قريتي تعرضت للنهب والسلب من قبل الاحتلال. صدر أكثر من نصف مساحة القرية في 2005. هي كانت يعني هدف الاحتلال من سلب هاي الأراضي هي بناء مستوطنة واقتطاع أكثر عدد من مساحة القرية. خاضت مظاهرات ضد الجدار والمستوطنة لمدة 15 عام حتى هاي اللحظة. سقط في خلال هاي المظاهرات شهيدين، مئات الجرحى وممكن آلاف الجرحى. انتصرت بالعين في 2011 بعد هدم الجدار السلكي، واسترجعت أكثر من 1000 دولم من أراضيها. هي طبعا غنية عن التعريف، هي رائدة في العمل الشعبي في فلسطين. هي كانت ممكن ما حد يسمع فيها، ممكن ما حد يسمع فيها من يعني حتى في مناطق كثيرة في فلسطين ما كانت معروفة بالعين، بس الآن أو هاي اللحظة بالعين معروفة بشكل كبير إنها يعني هي كانت مثال للمقاومة الشعبية ومثال للانتصارات الشعبية كمان. يعني في كل مكان في القرية أنا بتجول فيها أو شيء زي هيك بشوف هاي الأسلاك. هاي الأسلاك صارت جزء من حياتي. شعرت إن الاحتلال بطوعها لوقف حياة الفلسطيني، وباستمرار بتكون هاي الأسلاك في حياتنا العادية، من حواجز، من جدران، من معتقلات. فهنا يعني ممكن اتجسدت فكرة يعني عندي اني احاول اعكس هاي النظريه. يعني الاحتلال بحاول يطوعها من اجل وقف الحياه الفلسطينيه، انا بحاول اطوعها من يعني لاخليها شيء نوع من الفن او نوع من الحياه او نوع من الشيء اللي يعني في محاوله لتغيير الواقع.
ارتأيت لعمل الفن هذا زي طريقة لمواصلة التوثيق. كيف أنا كنت بوثق في الصورة، كمان أنا بوثق بهاي المجسمات. هاي المجسمات بتعود لشهداء، بتعود لجرحى، لأسرى، لشخصيات فلسطينية. كل مجسم تقريبا فيه له قصة، فصرت أحاول إني أنشر هاي المجسمات في وسائل التواصل الاجتماعي وأعمل قصص أو أحكي عنها، والناس صارت تستقبلها أكثر ما كانت تستقبل الصورة الصحفية اللي كنت أنا باستمرار أنقلها أو أرسلها إليها. هو تقريبا يعني حسب الفراغ تبعي، يعني ممكن انا تقريبا يعني بشتغل ساعتين في اليوم. هي مجسمات بتقعد وقت طويل، يعني في مجسمات كانت تقعد معي شهر وشهر ونص، على اساس اني ما باخذ كل الوقت. يعني احنا في البدايات في المجسم، يعني اذا بتشوف هيك ايده بدها تنسج نفسه، يعني بدي احط له كانه في ابره وخيط بايده، وبحاول انه ينسج في نفسه. هاي الفكره ممكن تقدر تقول انها جسم فلسطيني بحاول انه يعيد وحدته. هو الشغل بهاي المجسمات هو كثير صعب، مش بسيط. هاي اسلاك معدنيه، يعني بتحاول انك تعملها اشكال، وفي محاولتك هاي يعني اوقات كثير ما بتقدر انك يعني تخليها يعني تشابه الاشي الحقيقي. يعني صعب شوي، بس بحاول قدر المستطاع انا اني احاول اطوعها بشكل مناسب. بداية أنا اشتغلت هذا المجسم اللي هو الشهيد محمد الدرة، يعني مجسم واضح كثير إنه أب بحاول حماية ابنه، بس للأسف جيل كامل ما بيعرف هاي القصة أو ما عاشها. شهيد طفل قتل بدم بارد أمام عدسات الكاميرات. حاولت إني أعيد هاي القصة في ذكرى الشهيد محمد الدرة، وعملتها على شكل مجسم نحاسي. حطيتها أو صورت صورة، التقطت صورة إلها وحطيتها على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن تفاعل كبير من الناس وأصدقائي سواء في الداخل أو الخارج، شجعوني إني أبلش الفكرة. هذا المجسم كان أول مجسم عملته. في مجسم للشهيد أبو عمار، بحاول إني أعمل مجسمات لشهداء، لشخصيات فلسطينية، لشخصيات فلسطينية وكمان شهداء، أسرى، جرحى، كل شيء يعني بتخيله بحاول أعمله، أو إني أكمله يعني بطريقة إني أوثق هاي الأشياء اللي بتحدث تحت الاحتلال، أو الأشياء اللي كثير من نلمسها ومنعيشها تحت الاحتلال. هو حاليا انا بشتغل على موضوع معرض، بحاول اني اوصل هاي الفكره لناس كثير،
انها تساعدني اني اعمل اول معرض لهي المجسمات. مش كل شيء بيجي بسهوله، بس ان شاء الله يعني في اول فرصه بقدر اعمل فيها معرض راح اعمل فيها معرض. في ناس يعني حاولوا انهم يطلعوا هاي المجسمات للخارج يعني بمعارض فرنسا، فبعرفش اللي ممكن كثير في صعبه جدا يعني اني اطلع هاي المجسمات برا. في كثير عرضوا علي اني ابيع هاي المجسمات، انا رفضتها كفكره بيع، برفضها يعني ما زلت برفضها ما دام انا ما عملت او اي معرض. بعرفش ممكن في المستقبل بعد ما اعمل معرض اني اوصل الفكره للناس، ممكن اني مثلا كمان احاول اني تكون او تساعدني في حياتي كمان. عرضت على يعني مؤسسات هون نشتغل على مجسم يكون بحجم كبير وعبارة عن مجسم للحرية، يعني مجسم يكون أحطه على في الأراضي المحررة اللي استرجعت من الاحتلال في الوقت الأخير على أراضي بلدي بالعين. بستنى على امل ان هاي المؤسسات او هذول الاصدقاء انهم يقوموا بتوفير المواد اللازمه ان اعمل هذا المجسم الكبير. مجسم كبير بنحط على اراضي محرره من قبل الاحتلال. بتمنى ان المؤسسات انها تلتفت شوي، يعني مش بس الي، في كثير مواهب فلسطينيه بحاجة إن يعني نوقف معها.